بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم اصدقائي واعزائي في لقاء متجدد على مائده اللغه العربيه وتحديدا في ماده لغتي للصف الاول التعليم المستمر من هذا الفصل الدراسي الثاني، اهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في الدروس الإثرائية لازلنا فيها بحمد الله انتهينا من دراسة كافة دروس هذا الكتاب ودروس هذا الفصل الدراسي الثاني وتعالوا معي يا احبتي كي نثري أنفسنا حول دروس هذه الوحدة وحدة وطني الوحدة الرابعة من وحدات هذا الكتاب كتاب لغتي إذا نحن في الجزء السابع من الدروس الإثرائية إثراءات سبعة ننتقل بارك الله فيكم إلى درسنا اليوم ودعونا قبل هذا يا حبتي أن نستعرض ما توقفنا عنده في الدرس الماضي في الدرس الماضي يا حبتي أخذنا حرفين مهمين من حروف الوحدة الرابعة ألا وهي ألا وهما ع وغ توقع حرف واحد يا حبتي سنسلط الضوء عليه بمشيئة الله في هذا الدرس وأجلناه يا حبتي في هذا الدرس لأن له أشكال كثيرة مختلفة وكذلك يا حبتي لأنه حرف يلتبس علينا مع حرف شبيه له ألا وهو التاء المربوطة حرف هاء هذا هو حرفنا لهذا اليوم لاحظوا بارك الله فيكم هذا الحرف وهذه الكلمات أريد منكم بارك الله فيكم أن تقرأوا هذه الكلمات وأن تلاحظوها وأن تلاحظوا شكل الحرف هاء هنا نذكر يا احبتي نذكر انفسنا جميعا بان الحرف ها يا احبتي له اشكال اربع مختلفه له اشكال اربعه مختلفه الشكل الاول ياتي في اول الكلمه ويكتب باي شكل بهذا الشكل والشكل الاخر ياتي في اثناء الكلمه ويكتب يا احبتي بهذا الشكل والشكل الثالث يأتي في آخر الكلمة متصلاً بما قبله ويكتب بهذا الشكل. والشكل الرابع كذلك يأتي في آخر الكلمة منفصلاً عما قبله ويكتب بهذا الشكل. والآن يا أحبتي تعالوا معي إلى هذه المجموعة من الكلمات التي ترونها أمامكم، تعالوا معي كي نقرأ هذه الكلمات قبل أن ننتقل إلى الأسطر المجانبة لكتابتها ولكن قبل أن نبدأ في كتابة الكلمات تعالوا معي كي نقرأ هذه الكلمات التي أتى فيها الحرف ها في مواضع مختلفة هيا بنا يا حبتي خلال دقيقتين أريد منكم بارك الله فيكم أن تقرأوا هذه المجموعة من الكلمات فقط اقرأوا هذه المجموعة بارك الله فيكم خلال هاتين الدقيقتين هيا بنا حسنا يا احبتي والان تعالوا كي نقرا هذه المجموعه من الكلمات هنا هنا الهواء ونستطيع ان نقول الهواء اسهل للنطق ان نحرك الحرف الاخير دائما زاهية هناك الهو اذا كان الحرف الاخير يا احبتي حرف مد لا نستطيع ان نضع فوقه حركه الهو لانه امتداد لصوت الذي قبله الهو اذا هنا الهواء زاهيه هناك الهو اذا خمس كلمات ولاحظنا فيها اشكال متعدده لحرفها ففي كلمه هنا وفي كلمه هناك اتى حرفها في اول الكلمه وكتب يا احبتي بهذا الشكل لاحظوا هنا ولاحظوا هناك لاحظنا يا احبتي نعم أما في كلمة الهواء وزاهية و... وأله فالحرف ها يا أحبتي كتب في أثناء الكلمة فكتب في كلمة أله بهذا الشكل لأنه اتصل بما قبله وبما بعده وكذلك في كلمة الهواء أيضا كتب بهذا الشكل لاتصاله بما قبله وبما بعده أما في كلمة زاهية يا أحبتي رغم أنه أتى في أثناء الكلمة ولكنه لتعذر اتصاله بحرف أ فانه كتب بهذا الشكل اذا لاحظنا شكلين والان يا احبتي تعالوا معي كي نكتب كلمتين من هذه المجموعه اريد منكم بارك الله فيكم ان تكتبوا كلمه هناك على الجانب وايضا ان تكتبوا كلمة الهواء هناك والهواء نكتبها هنا على الجانب بارك الله فيكم هيا بنا على هذا السطر نعم اكتبوها لديكم يا احبتي في الورقة التي عندكم بارك الله فيكم خلال دقيقتين يا احبتي نكتب هاتين الكلمتين ثم نعود لاستكمال قراءة بقية الكلمات هيا بنا حسنا يا احبتي والان لنكتب هاتين الكلمتين الكلمه الاولى كلمه الهواء دائما حرف ا يكون عاليا الى ان نصل الى السطر بهذا الشكل وكذلك الحرف الذي يليه يكون بنفس ارتفاعه تقريبا ثم يصل الى السطر نحن باتجاه اليسار على السطر تماما ثم نرسم حرف الهاء في اثناء الكلمه بهذا الشكل ننزل الى الاسفل اولا ثم نصعد الى الاعلى لتكوين هذا الشكل ثم حرف الواء دائرة الحرف أعلى السطر ثم ننزل أسفل السطر ولاحظوا الانخفاض يكون متساوي ثم الارتفاع أيضا يكون متساوي مع هنا ثم الهمزة على السطر الهواء والحركات نكتبها الكلمة التي بجانبها يعني كلمة هناك نكتبها يا حبتي بهذا الشكل حرف الهاء في أول الكلمة ثم ن ثم الآ ترتفع عاليا وكذلك ك تكون بنفس ارتفاع ا بهذا الشكل نصل الى السطر نصب حرف ك بهذا الشكل في الداخل ك صغيرة هناك والضمة على الهاء هو والفتحة على الناء ناء نا نعم يا أحبتي بارك الله فيكم والآن تعالوا معي لننتقل إلى المجموعة التي في الأسفل لاحظوا بارك الله فيكم هذه المجموعة في الأسفل تأملوا كلماتها الكلمة الأولى لدينا هنا والكلمة الثانية والثالثة والرابعة أربع كلمات حوت حرفها بأشكال مختلفة كذلك عن الشكلين الأولين الأولين الذين لاحظناهما في الأعلى هيا بنا يا حبتي أريدكم أن تقرأوا هذه الكلمات الأربع وأن تلاحظوا حرف في كل كلمة من هذه الكلمات ثم نعود لكتابة كلمة أو كلمتين من هذه المجموعة دقيقتان ثم نعود هيا يا أحبتي. تعالوا نقرأ هذه الكلمات ونقيم أنفسنا ذاتيا في مهارة القراءة. الكلمة الأولى مها 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 الكلمة الثانية وجه وَجْهُن وجه. وجهن. الكلمة الثالثة هرة هرة. والرابعة مياه مياه. حسنا والان بعد ان قرأنا هذه المجموعة من الكلمات تعالوا يا احبتي لكي نكتب كلمتين من هذه المجموعة نختار كلمة وجه وأيضا كلمة مياه لنكتبها هنا على في سطر ثان هيا بنا يا حبتي لكي نكتب هاتين الكلمتين وجه ومياه دقيقتين يا حبتي ثم نعود حسنا يا أحبتي والآن هيا بنا لكي نكتب هاتين الكلمتين وجه ومياه الكلمة الأولى كلمة وجه لاحظوا دائرة الحرف و تكون على السطر ثم ننزل أسفل السطر ثم الحرف ج ثم حرف الهاء بهذا الشكل ونقطة الحرف ج والحركات الآن فتحة سكون تنوين الضم وجه حسنا الكلمة الثانية كلمة مياه لاحظوا حرف ماء كيف يكتب ثم الياء لاحظوا يا أحبتي ارتفاع الياء مقارب لارتفاع حرف ماء ثم الآ ترتفع عاليا مياه نقطتان الحرف ثم الهاء بهذا الشكل والحركة هنا هي تنوين الضم مياه كسرة تحت مي وفتحة على يا مياه اذا لاحظوا يا احبتي بارك الله فيكم والان بعد ان انتهينا من كتابة هذه الكلمات الاربع الهواء هناك وجه مياه، لاحظوا بارك الله فيكم تعدد اشكال هاء في هذه الكلمات الاربع فهنا هذا هو شكله في اثناء الكلمه وهنا هاء اتى شكله بهذا الشكل في اول الكلمه وهنا يا احبتي في اخر الكلمه متصلا يكون مرتفعا عاليا واذا كان في اخر الكلمه منفصلا فانه يكتب بهذا الشكل يشبه الرقم خمسه في ختام درسنا يا حبتي تعالوا نعرج على نقطة هامة جدا ألا وهي أن الحرف ه في آخر الكلمة يشبه كثيرا شكلا حرفا آخر ولكن الصوت والنطق يختلف تماما ألا وهو حرف ماذا؟ نعم أحسنتم إنه حرف التاء المربوطة لاحظوا هنا في كلمة زاهية لاحظتم كذلك هنا لاحظوا التاء المربوطه في كلمه هره هل لاحظتم نعم في زاهيه وهره التاء المربوطه انتهت بها هاتين الكلمتين ولكن عند نطق الكلمه يختلف المعنى ويختلف صوت الحرف لاحظوا بارك الله فيكم دعونا نكتب هاتين الكلمتين هنا في الاسفل دعونا نكتب زاهيه اسفل وجه زاهية يهمنا الحركة الأخيرة وكذلك كلمة هرة أسفل كلمة مياه يهمنا يا أحبتي في التفريق بين الحرفين هاء في آخر الكلمة والتاء المربوطة يهمنا في ذلك الحركة يهمنا في ذلك صوت الحركة فهنا يا حبتي بهذا الشكل الاختلاف واضح جدا بين الصوتين فهنا نقول وجه هن مياه هن وهنا في كلمة زاهية نقول زاهية تن تن هرة تؤت صوت ولكن دعونا يا حبتي الاختلاف والالتباس يكون عندما يكون تكون هذه الكلمات الأربع بلا حركات هنا يحدث التشابه تعالوا معي يا حبتي كي نقرأ هذه الكلمات الأربع مرة أخرى ولكن بلا حركات في كلمة وجه نقول وجه 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 مياه مياه لم يختلف النطق إطلاقا وجه وجه مياه ونطقناها بالحركة سابقا مياه الحرف لم يختلف ها حسنا تعالوا معي هنا إلى كلمة إلى هذه الكلمة بلا حركات بلا حركات في آخرها نقول زاهية زاهية حسنا كانت زاهية والآن اختلف نطق الحرف فقلنا زاهية كذلك هنا هرّة هرّة كانت هرّة والآن قلنا هرّة نطقناها بصوت الهاء وهذا ما يميز يا أحبتي الهاء التاء المربوطة يا أحبتي أن لها صوتين الصوت الأول صوت بالحركة والآخر بلا الح... بدون نطق صوت الحركة هذا هو الاختلاف فقط ولكن في الكتابة سهل أن نميز الاختلاف بين هاتين الكلمتين هو هنا أنه دائما ينطق الحرف الأخير ب ها وحتى نميز الفرق دائما دعونا دائما نرسم حركة على الحرف الأخير في كل من هذه الكلمات الأربع حتى يتضح لنا الفرق فهنا نقول وجه وفي الأسفل نقول زاهية مياه وفي الأسفل نقول هرة بهذه الطريقة يا أحبتي نستطيع أن نفرق وأن نلاحظ الفرق بين صوت الهاء وبين صوت التاء المربوطة أتمنى أن تكونوا استفدتم وأن تكونوا استمتعتم وأن تكونوا أثريتم أنفسكم في هذا الجانب وفي جوانب متعدده من حياتكم العلميه شكرا لكم استودعكم الله على امر اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته